وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد النواب أن الاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها تفتح مجالا جديدا للبحث والتنقيب في مصر أمام الشركات العالمية. خلال الجلسة العامة تم طرح اتفاقيتين جداد للبحث والتنقيب عن الغاز والزيت بخليج السويس ورأس العش، اتفاقيات جديدة مستحدثة لمناطق جديدة، شركات عالمية جديدة، كل ده بيفتح مجال جديد للبحث والتنقيب داخل مصر. احنا كمجلس مدعمين جدا هذه الاتفاقيات، الدولة بتدي كل المميزات لهذه الشركات. اكتشافات الايام اللي جايه احنا منتظرين اكتشافات لوجود شركات عالميه اكبر واكبر، منتظرين من قطاع البترول بهذا الدعم ان يبقى مؤثر في موازنه الدوله بمبلغ اكبر من خلال هذه الاكتشافات. كان في الجلسه العامه طبعا قامت لجنه النقل والمواصلات بعرض التقرير، وهي منحه مقدمه من اجل تطوير الخط الثاني من المترو. طبعا انا كنائبه يعني وافقت على المنحه، واعتقد كان في اجماع على الموافقه على المنحه، لان هي شيء مهم جدا تطوير وسائل النقل الجماعي، لانها ايضا من حداثه الشعوب. احنا مقبلين على يعني شعار الجمهوريه الجديده، لازم يبقى في حداثه في كل شيء منها وسائل النقل الجماعي، والدوله المصريه بتولي اهتمام كبير جدا سواء بمنظومه الطرق او بوسائل النقل الجماعي. من خلال كلمتي قلت ان احنا لازم ننشر ثقافه استخدام وسائل النقل الجماعي، وده بنشوفه في كل شعوب العالم.